عرس هو بتتر ولا بيبال دونتر هو نستعمل ديما عرس كروي ولكن هو اليوم عرس رياضي تكنولوجي كما قالوا سيدان بكري اليوم هو عرس بعث مشروع مهم مثل مشروع اللي بعثوه زوز يعني دوز اكتور ماجور في تونس النجم الرياضي الساحلي واتصال تونس زوز عندهم تاريخ كبير تاريخ في المدينة تاعهم النجم الرياضي الساحلي فريق عريق فريق تاريخ هو يعني غني وثري بكثير من الانجازات والتالقات واتصال تونس كما تعرفوها هي اصل وهي اللي بنت وكونت واعطت كل الانفراستركتور وهي اللي عملت تاريخ الاتصالات في تونس. الحق المشروع هذا كما تعرفوا زاد الخير هو ثالث مشروع من نوعه لبعث علامه تجاريه رياضيه في سوق الاتصالات. بالنسبه لاتصالات تونس هذا مشروع استراتيجي. وقلت عليه سابقا في بعض الندوات الصحفيه اللي قلت ان عندنا استراتيجيه باش نكونوا اكثر قرب للحرفاء نتاعنا وخاصه الحرفاء الشباب والحرفاء الرياضيين. وهذا المشروع الحق معناها يدعم هذه الاستراتيجيه ويدعم الرؤيه نتاعنا. كانك كيفي ايتواليست في الدم خذ نمرو الايتوال موبيل تربح وتشجع به جمعيتك وتتمتع ب 300% بونيوس على كل عملية شحن بقيمة دينار أو أكثر. رقم مفضل الايتوال موبيل لو اتصالات تونس مع 500 ميجا انترنت موبيل كل ما تستهلك 9 دينارات مع الايتوال موبيل ديما معاك يا الايتوال. اتفاق تجاري بحت واتفاق تجاري كما عملناه كما في التجارب الأولى والثانية اللي عملناهم عن ناول دونك هي اتفاقية تجارية بحت صيغة تجارية اللي لقيناها مع الاتوموبيل تعدلت ولا تفاليدي اتفاقية تجارية تمكن اتصالات تونس من استغلال العلامة هذه اللي هي الاتوموبيل و الطرف المقابل كما قال سيمو هما عملوا معناها ايزون كريي اون سوسيتي دو ديستريبيسيون يعني في التسويق والسوسيتي هذه كما كثير من الشركات اللي نتعاملوا معهم اليوم اللي يفرقونا واللي هما يبيعوا للسيم تاعنا كسوا اتصالات تونس او اليسا وغيرها عندهم اون بارتي عندهم اون كوميسيون اون كوميسيون كي ليي ا لا فونت كل ما تبيع كل ما فما افكتيفمون ان بورسونتاج سور لا فونت. ليتوال موبيل تكون موجوده في كل نقاط البيع نتاع اتصالات تونس. مش يكون هناك معناها كثير من بوكو دانيماسيون برا معناها تكون موجوده في كامل التراب الجمهوري معناها كل لي بوان دو فونت نقطة البيع تاع سيرة تونس في كامل التراب الجمهوري موجود فيهم السيم الاوتوموبيل وهذا ابارتير من توا نخرج من هنا ان شاء الله تنجموا تلقاوها على تنشيون نقاط البيع تاع سيرة تونس تلقاوها موجودة. المناقشات هذه دارت برشا احنا على الموضوع هذايا من عنا سنة كاملة. بالنسبة للمشجعين نتاع الاتوال تبارك الله برشا في كامل الجمهورية وخارج الجمهورية. السيبل نتاعنا احنا جمهور الاتوال كان نحسبوه معنا في حدود المليون ولا أكثر. السيبل معنا على مراحل إن شاء الله كمرحلة أولى وإحنا مقتنعين اللي بالسلوغان اللي خديناه ديما معاك يا الاتوال العروض هذه تمتاز على العروض الأخرى. المحبين والمشجعين لما مش ياخذوا العرض هذا بتاع الاتوال موبيل ويولي يشغل التليفون بتاعه بالاتوال موبيل اولا جزء مهم من السعر اللي مش يدفعه مش يرجع الاتوال وثانيا هو مش يطلع خاسر في الحكايه لانه العرض احنا ساعين وماشيين انه باش العروض بتاع الاتوال موبيل ديما تكون من احسن العروض اللي موجوده على السوق. العرض اللي اعطيناه عرض تنافسي جدا. كي تشوفوا اليوم ما نحكيش على جمعة جمعتين اليوم العرض هذا أحسن عرض موجود في السوق التونسي. دونك بالعرض أول حاجة دونك عرض تنافسي عرض فيه كثير من الامتيازات فيه النميرو شوا دو معناها دو نميرو دابيل أبارتيغ دو 1000 دينار فيه ال 500 ميجا أوكتي أبارتيغ دو 1000 دينار زاد باش واحد ينجم يبي يوتيليزي انترنت سوغ سون سمارت فون
دونك تو سافي كو هالوفر هذه الحق هي متكامله والوفر يعني متميزه وحنا من متحقين من انها تكون تنافسيه. دونك هذا بالنسبه للتمويل. حكايه السرعه الرقميه الحق نجمو موضوع يعني واسع ياسر اللي نجم نقولوا اللي هذه كما قال سي هذه خطوه عملنا اونفر دو باز اونفر بازيك اونفر بري بيي من بعد تو سكي اوفر دو كونتوني ان شاء الله في الاشهر القادمه نجيب عروض اخرى اللي هي تمكن من الهيئه المديره والنجم الرياضي الساحلي باش تكون على علاقه يعني بريسك يوميه مع المشجعين تاعها لي زانفورماسيون لي جو لي كونتروندو دو ماتش وكل شيء والتعليق وغيرها. لازم تعرفوا المشروع اذا كان خدمنا عليه للثالث مره لانه فيه اضافه لاتصالات تونس. مشروع ما فيش اضافه لاتصالات تونس ما نعملوش. On n'a pas besoin d'un projet qui n'apporte pas de valeur ajoutée pour l'entreprise. بمناسبة التسعينية النجم الرياضي الساحلي نتوجه لكم الكل أحبة النجم الساحلي المديرة سيدي ذا نشكركم إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله من حسن إلى أحسن وإن شاء الله ديما في النجاحات والتألقات وبارك الله فيكم.